السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي مدرسة النجم الساطع الليبية، تحية طيبة وبعد. معكم اليوم إن شاء الله شرح مادة الميكانيكا للصف الثاني. سبق قبل كده إن احنا في الفصل الدراسي الأول كان هناك دراسة جسم بيتحرك حركة أفقية، أما الآن في هذا الباب الحركة الرأسية. ليس هناك فرق كبير بين الحركة الأفقية والرأسية، إلا هناك بعض التغيرات. كان هناك الوزن ليس له قيمة في تعيين حركة الجسم، أما في الحركة الرأسية الوزن هو عنصر أساسي. جميع القوى المؤثرة على الجسم هما حاجتين، إما أن يكون هناك قوة شد، إما أن يكون هناك قوة وزن الجسم رأس الأسفل. إذا كان هناك ليس هناك أي من قوة الشد، فبنقول إن في هذه الحالة الجسم يسقط سقوط حر ويتحرك بعجلة الجاذبية، وهي كما علمنا من قبل 10 متر على الثانية تربيع. أما إذا كان هناك شد أو وجود جسم على مستوى أفقي، فهناك أيضا رد فعل أو قوة الاتصال العمودي. يبقى إذن هنا الحركة تختلف عن السقوط الحر. القوة الخاصة بقوانين الحركة، جميع قوة هناك سرعة عبارة عن الفي بتساوي يو زائد اي تي، أيضا الفي تربيع بتساوي يو تربيع زائد 2 اي اس، الاس بتساوي يو تي زائد نص اي تي تربيع. نفس القوانين، بس هناك يحصل تغير في ان الاي بعد ما كانت هناك قيمة معينة، في هذه الحالة الاي ممكن نعتبرها اما ان تكون عادة الجاذبية 10 او حسب سياق المسألة اللي عندنا. الحركة الرأسية عندنا متأثرة فيها نوعين. النوع الاول جسم موضوع على مستوى، النوع الثاني جسم يتحرك رأسيا وهناك قوة شد إلى أعلى. في هذه الحالة ننظر هنا في هذا الجزء، واحد جسم بيتحرك إلى أعلى، هذا الجسم بيأثر عليه واحد الشد إلى أعلى، اثنين الوزن. كنا عارفين ان الوزن اقدر استنتجه من الكتلة، عبارة عن الكتلة مضروبة في عجلة الجاذبية اللي هي بتساوي 10. اذا كان الجسم صاعد إلى أعلى، يبقى المعادلة الخاصة من قانون نيوتن الثاني ان الشد ناقص الوزن يساوي ام اي، اما اذا كان هابط العكس على طول، يبقى الوزن ناقص الشد يساوي ام اي. دي حركة جسم رأسيا مربوط من اعلى. اما اذا كان الحركة الثانية جسم موضوع على مستوى، فليس هناك شد ولكن هناك وزن إلى أسفل وقوة اتصال عمودي رأسيا إلى أعلى. وأيضا إذا كان الجسم، لازم ناخد بالنا من هذه الكلمة كويس جدا، إذا كان الجسم ساكن أو يتحرك بسرعة منتظمة أو سرعة ثابتة، فالوزن بيساوي قوة اتصال عمودي أو الوزن يساوي الشد. أما إذا كان هناك الجسم يتحرك بعجلة، فهناك قوة اللي في اتجاه الحركة ناقص القوة التي عكس اتجاه الحركة بتساوي الكتلة في العجلة. من ضمن الأشياء المهمة عندنا في هذه الجزء الوحدات، ان لابد ان يكون الوزن او الشد بنيوتن، الكتلة بالكيلوغرام، والعجلة بالمتر على الثانية تربيع. القوانين الخاصة بينا في الحركة الرأسية وهي، واحد جسم اهو في هذا الجزء بيتحرك لأعلى، يبقى تي ناقص دبليو بتساوي ام اي، ده حركة بعجلة. ايضا حركة بعجلة جيم او بنرمز ليها بالرمز ايه. ايضا جسم يتحرك الى اسفل، يبقى دبليو ناقص تي بتساوي ام ايه، وايه اللي هي العجلة. لازم في كلتا الحالتين ناخد بالنا من هذه الاجزاء. بهذا الجزء نقدر نتعامل مع أي سؤال وأي مسألة، سواء الجسم بيتحرك رأسيا مربوط بشد أو موجود على مستوى. من ضمن الأمثلة أمثلة على هذا الجزء،
مثال واحد، وهو طبعا الأمثلة بتاعتنا كلها موجودة في تمارين الكتاب اللي هو تمرين 12 ألف. أول سؤال عندنا سؤال رقم 10 من تمارين 12 ألف، كرة فولاذية. أنا هقرأ السؤال وهكتب لكم اللي زي ما اتعودنا في الفصل قبل كده، إن أنا بكتب المعطى في هذا الجزء. كرة فولاذية كتلتها 1.8، يبقى على جنب هنا بنقول M بتساوي 1.8 كيلو جرام، دي الكتلة. وتسقط في ماء، السقوط في الماء يبقى فيه وزن. طب هل أي واحد يسأل هل هناك مقاومة؟ مقاومة الماء رأسيا إلى أعلى. تسقط في الماء بعجلة يبقى إيه؟ زي ما احنا متعودين بتساوي 5.6 متر على الثانية تربيع. مطلوب، المطلوب عندنا اهو، مطلوب اوجد مقدار مقاومة الماء، اوجد مقاومة الماء للجسم. معلش هنحاول بقدر المستطاع نرسم رسم كروكي بسيط لتوضيح هذا الجزء. انا عندي هنا الماء، ادي الجسم، عندي جسم، هذا الجسم يسقط لاسفل دائما وابدا الوزن الى اسفل، يبقى الوزن عندي هنا ويت دبليو الى اسفل، لاعلى هيبقى قوه الماء اللي هي بنرمز لها بالرمز R. طب الجسم في أثناء الماء إيه؟ يبقى اتجاه الحركة لأسفل، يبقى عبارة إن المعادلة، ودي لازم نكتبها أول شيء، W اللي هو الوزن، يبقى الحل W ناقص R بتساوي M A. نشيل كل قيمة ونعوض الوزن. طب هو مش مديني الوزن، بنرجع للكتلة، الكتلة 1.8، تحويل كتلة إلى وزن بضرب في 10، يبقى أصبح دلوقتي عندي الوزن 18 ناقص R اللي هي قوة مقاومة الماء بتساوي الكتلة عبارة عن 1.8 ضرب قيمة العجلة المعتلية في السؤال وهي 5.6. من هنا أقدر أطلع، قلنا في طريقتين لإيجاد الآر، أجيب المجهول في طرف والمعلوم في طرف واستنتج، يا إما زي ما شفنا قبل كده في الفصل الدراسي الأول باستخدام الآلة اللي هي ألفا، وأقدر أعين المجهول آر ثم أجيب سولف من عن طريق شيفت سولف وطلع القيمة، وكلنا عارفين هذا الجزء منه. بنقدر نستنتج إن الآر اللي هي قيمة المقاومة اللي هي مقاومة الماء بتساوي 7.92. لو سبتها كده قلت لكم وبكرر بقسم درجات كتيرة على الوحدات، أهم حاجة الآر نوع من أثناء المقاومة، يبقى إذن عبارة عن 7.92 نيوتن. ده السؤال أيضا من مقاومة جسم لحركته في أثناء هبوطه في الماء. أيضا في سؤال آخر تاني، عند إذا كان جسم مربوط، طب ما نيجي نشوف هنا الجسم هنا اللي هو السؤال رقم 10. سؤال آخر، جسم أهو مربوط، طيب مربوط يبقى فيه شد، يبقى إذا هنا في شد بنرمز للشد بالرمز T. جسم مربوط في شد قيمته 150 نيوتن، 1250 نيوتن، 1250 نيوتن، عندما يرفع من الأرض إلى أعلى، نركز يرفع الأرض، هل هو بيرفع بسرعة ثابتة أم بعجلة ثابتة؟ فهل يرفع من الأرض بسرعة ثابتة؟ يبقى بيرفع سرعة ثابتة. أول ما يجيني السرعة الثابتة يبقى مباشرة معروف إن الشد هيساوي الوزن. احسب الشد، يبقى مطلوب احسب
الشد في السلك عندما واحد يرفع بعجلة مع إهمال المقاومة. طيب احسب الشد في السلك عندما يرفع بعجلة 0.2 متر على الثانية تربيع. الحل احنا في الحالة الأولى قلنا بيرفع بعجلة بسرعة ثابتة، في هذه الحالة السرعة تبقى أولا السرعة ثابتة، يبقى في هذه الحالة M مضروبة في العجلة هتساوي T. هو مديني T بكم؟ بتساوي 1250، يبقى إذن الوزن هيساوي 1250 نيوتن. دي في الحالة الأولى. من هنا أقدر أطلع، خلي بالك الكتلة، يبقى الكتلة M. الله، ده أنا لما أكون عندي الوزن أضربه أقسم على 10، ولو عندي الكتلة أضرب في 10 اللي جاد الوزن. هنا مديني إن الوزن عبارة عن 1250، يبقى الكتلة مقسم على 10 125 متر. هنا 105 كتلة بالكيلو جرام ليها. هنا في هذه الحالة طالب إيه؟ أوجد الشد في السلك عندما يرفع بعجلة، يبقى إذا قانون جديد، الشد هو اللي يرفع لأعلى، يبقى تي ناقص W بتساوي M A. نعوض عن كل قيمة، هو طالب الشد خلاص، يبقى T بتساوي، ممكن أعوض وأطلع قيمة T، يا إما ممكن أحول جميع القيم المعلومة في طرف وأجيب الناتج في طرف، ناقص W. طب ما هو W هو نفس الشد في الحالة الأولى عندما كان الجسم يتحرك بسرعة ثابتة، يبقى إذن هنا الـ W 1250 نيوتن بتساوي M. M اللي احنا استنتجناها من الشد قبل كده كان مدين الشد 1250 نيوتن، يبقى الكتلة أقسم على 10 125 نيوتن. 125 كيلو جرام ضرب قيمة العجلة اللي هو مداني، اللي هو اللي طالب الشد عندما يرفع بعجلة 0.2، يبقى في 0.2. من هنا قلنا للمرة الثانية والمرة العاشرة الآلة واستخدام متأني، عبارة ان نجد ان تي هتساوي في هذه الحالة عبارة عن 1.275 نيوتن. ده سؤال اخر. بعد كده قادر. هنا خدنا سؤالين عن في جسم شد وجسم غاوط او بيغوص في ماء. سؤال اخير وهو يعمل على الاجسام الموضوعة على مستوى، اما ان يكون هناك جسم موضوع على مستوى او جسم معلق في ميزان زنبورك. هناخد سؤال اخير على جسم موضوع على مستوى وهو فتاة كتلتها 38 كيلو جرام. اهو سؤال، وادي الجسم وادي الفتاة، الكتلة بتاعتها لازم اي وجود لجسم لاسفل بيأثر لاسفل هنا الوزن، ولاعلى قوة الاتصال العمودي اللي هو R. اتصل فتاة كتلتها 38 كيلو، يبقى اذا الوزن 3.8، حط 0 بنيوتن في مصعد. اوجد قوة الاتصال العمودي المؤثرة على الفتاة في حالتين، مرة عندما يكون المصعد ساعد مطلوب R اللي هي قوة الاتصال العمودي، اولا الجسم صاعد بسرعة، ثانيا الجسم صاعد
بعجلة. قيمتها 1.8. الحل في الحالة الأولى الجسم، قلنا حاضر الجسم ساكن، يبقى إذا في هذا في هذه الحالة الوزن W بتساوي قوة الاتصال العمودي R بتساوي القيمة اللي هي 3.80 نيوتن. أما إذا كان هناك عجلة بنطبق نفس القانون اللي احنا خدناه في الحالة الأولى، اللي هو عبارة عن R ناقص الوزن بتساوي الكتلة M في العجلة A. R دي اللي هو طالبها مني في السؤال، ناقص الوزن اللي هو نفس هذه القيمة 3.80 تساوي M. أقدر أوجده هنا 38 ضرب 0.8 1.8، منها أقدر أستنتج قيمة R في هذا السؤال. أسئلة بسيطة ومبسطة، وما عندناش إلا في تمرين 12 ألف وتمرين 12 ب. تمرين 12 ألف واجب، وهو الواجب تمرين 12 ألف صفحة 188. السؤال عندنا السؤال 9 وأيضا تمرين 12 ب صفحة 189، سؤال أيضا سؤال 3 و12 منطبقين تماما على ما وصلنا إليه. مع أطيب التمنيات لكم بالتوفيق إن شاء الله في هذه الفترة القادمة.